الأوضاع في مدينة رفح يعني نوعا ما هي هدوء حذر منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة. لم تسجل مدينة رفح أي من الغارات الإسرائيلية، لكنها تشهد تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع. يكفي أن هذه المدينة ما زالت تعاني من تكدس أكثر من نصف سكان القطاع فيها، يعيشون بظروف صعبة وقاسية جدا، على صعيد البحث عن طعامهم وشرابهم، عن صعيد البحث عن الخبز والمياه الصالحة للشرب والتي هي مفقودة وشحيحة جدا، أو على صعيد الحصول على الدواء والعلاج والذي الكثير من الأصناف هي غير متوفرة لمرضى السرطان ومرضى الأعصاب. يواجهون خطر الموت الحقيقي في قطاع غزة، والكثير منهم توفي نظرا لعدم توفر العلاج اللازم لهؤلاء المرضى. نحن نتحدث أن مستشفيات مدينة رفح باتت لا تستطيع تحمل هذا الضغط الكبير من وصول المرضى هنا والذين انتشرت بينهم الأمراض والعدوى بشكل كبير جدا. المستشفيات باتت تستقبل الآلاف من هؤلاء المرضى الذين انتشر بينهم التهاب الكبد الوبائي والنزلات المعوية وأمراض جلدية. لنا نتحدث أن مراكز الإيواء باتت هي عبارة عن مكرهة صحية كبيرة، بمعنى أن المدرسة الواحدة التي بها أكثر من 5000 نازح يوجد بها 5 دورات مياه فقط، بمعنى أن كل 1000 نازح لهم دورة مياه واحدة، وهذه الدورة يتناوب عليها الكثير من النازحين، وهي ما تشكل أيضا وسبب في نقل العدوى والأمراض بين هؤلاء النازحين. إلى جانب ذلك فإن هنا السيارات تعمل على غاز الطهي، والكثير منها على غاز الطهي، وتخرج عوادم بالماء والتنفس هنا. نحن نتحدث عن أوضاع صعبة وقاسية ومأساوية على صعيد النزوح وعلى صعيد الحصول على أدنى مقومات الحياة. تضطر العائلات كما كل يوم الخروج من أجل البحث عن وجبة طعام لأطفالهم لأبنائهم، عن الحصول لمياه شرب صالحة نظيفة غير التي يعني اعتاد السكان على شربها في كل يوم. نحن نتحدث أن هذه الطوابير أمام المخابز وأمام محطات التحلية وأمام المستشفيات لم تتوقف بالمطلق ولم تنقص، بالعكس تزداد بشكل كبير، في ظل أن هؤلاء النازحين ينتظرون بفارغ الصبر أي بوادر تتعلق بوقف إطلاق النار في القريب العاجل تنهي هذه المعاناة، سيما وأن هناك حالة من الخوف والقلق الدائم بات لدى من نزحوا هنا في مدينة رفح خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل الحديث الذي يدور من قبل الإعلام الإسرائيلي عن عملية مرتقبة في رفح أو الدخول إلى مدينة رفح. الكثير هنا ليس لهم أي مكان أو أي وجهة يتوجهون إليها. حالة الخوف والقلق باتت ملازمة لهؤلاء النازحين، أين سيتوجهون في حال نفذت إسرائيل تهديدها ووعيدها لمدينة رفح؟ نحن نتحدث أيضا عن محافظة خان يونس، فإنها حتى هذه اللحظة تشهد قصفا مدفعيا في جنوب وشرق ووسط محافظة خان يونس، وأيضا غارات متواصلة كان آخرها مدينة حمد الإسكانية، هذه المدينة التي دمرت فيها إسرائيل معظم البنايات السكنية ولم يبقى فيها شيء، وهي باتت الآن تقوم باستهداف ما تبقى من هذه الأبراج السكنية من أجل معاناة السكان حاضرة وقائمة دون توقف. إسرائيل دمرت في محافظة خان يونس مربعات وأحياء سكنية كاملة، غيرت ملامحها، لم تعد المنازل منازل ولا الطرقات طرقات ولا البنى التحتية، لم تبقي أي شيء يوحي بالحياة، وهي ما زالت مستمرة على هذا النهج في محافظات كثيرة وأخرى. تقوم بإعدامات ميدانية بحق المواطنين من خلال قناصة جنود الاحتلال الذين يعتلون أكثر من بناية سكنية في محافظة خان يونس، ويستهدفون المواطنين دون سابق إنذار في محاولة منهم لقتل كل من يتحرك. حركة النزوح محمد، يعني هل من جديد في هذه الحركة؟ يعني حركة النزوح ربما قلت بشكل كبير، أن الغالبية العظمى نزحت إلى مدينة رفح، ومن نزح وجد صعوبة في أول يومين وثلاثة في الحصول على الفراش، في الحصول على الأغطية، في الحصول على خيمة، ومن حصل على غطاء وفراش لم يحصل على خيمة، ومن حصل على ثلاثتهم فلم يجد مكان من أجل أن يضع فيها الخيمة.
مكان وملاذ لكل نازح جديد، بمعنى أن هذه الأرصفة بات السكان يفترشونها بشكل كبير، حتى وإن كانت بجانب منازل قد دمرتها إسرائيل، المهم بالنسبة لهم أن يجدوا مكانا ومأوى. على مقربة مني في هذا المكان عائلات كثيرة قامت بوضع خيام وتجهيز مكان ومأوى على الأرصفة لأسرهم لذويهم، لأنه لا يوجد منازل فارغة بل كل المنازل مكتظة، لم يوجد مدارس، لم يوجد مساجد فارغة، لم يوجد أي مكان، حتى الأراضي الزراعية التي كان السكان يستفيدون منها في الزراعة حولت إلى مراكز وأماكن للإيواء. كل الحمامات الزراعية التي كانت تنتج الخضروات والفواكه تحولت إلى مكان للنازحين، لم يعد هناك متسع ولا أي مكان لهؤلاء النازحين، وربما خلال الأيام القادمة سيضطرون لإغلاق الشوارع ووضع الخيام بها.